خليني اروح للاستاذ احمد عطيه، هو ابن عم المتوفي، يحكي لنا ايه اللي حصل. يعني استاذ احمد مساء الخير اولا. مساء الخير يا دكتور. طيب حضرتك دكتور، قول لي يا استاذ احمد ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك يا دكتور، والله وانا ابن عمي كان محبوس في العنايه المركزه في مستشفى ايدكو العام من حوالي يومين، واحنا كنا بنروح الزياره. كان هو حالته يعني اللي هو الاشعه المقطعيه مبينه اللي هو عنده جلطه على المخ، وحضرتك احنا كنا محطوط تحت جهاز النفس الصناعي. ايوه تنفس. فاحنا كل ما نسال دكاتره العنايه حضرتك يعني يقولوا لنا يعني الحاله مش مستقره، الحاله مش حلوه، الحاله يعني ربنا يصبركم ادعوا له. اول امبارح كان حضرتك كان في زياره، فانا كنت في الزياره، فهم ما رضوش يدخلونا الزياره، فانا كنت واقف على باب العنايه من بره. كان في يعني هو كان في وقت يعني في الوقت ده حضرتك كان في كان فريق الطب كله باكمله كان موجود على عامل كوردون على ابن عمي. انا في يا جماعه قال لك القلب بينعشوا القلب عضله القلب بالمجهود، والحمد لله سيطروا على الموضوع، وبعد كده حطوه على الجهاز النفس الثاني والوضع استقر. انا امبارح بقى كنت عنده في العنايه وفي الزياره. انا ابن عمي كان بين ايادي ربنا سبحانه وتعالى، اللي انا شايفه قدام عيني يعني لا في الجهاز شغال النفس اللي هو بتاع الانبوبه ده. وحضرتك انا وصلت بيت الساعه 3 يعني، وجاء خبر وفاه ابن عمي تمام الساعه 4. اها طيب، يعني مين اللي بلغك؟ المستشفى يعني دكتور؟ لا لا، ابن عمي كان موجود مكاني، عبث انا لما نوصل البيت كان هو موجود، فانا لما رحت. لا معلش معلش يا استاذ احمد، دي فاتتني الحته دي. يعني يعني انت رحت له المستشفى كان متوفي؟ رجعت تاني بقى، ما انا كنت عنده في الزياره ومعاد الزياره خلص، وروحت وانت سايبه لسه على قيد الحياه يعني. على قيد الحياه وصلت البيت، بس الحال مش حلو. ايوه يعني كانت حالته متاخره، يعني الحاله مش حلوه خالص، انا شايف قدام عيني اللي هو ميت قدام عيني. بس انت ما يعني انت في امل في ربنا. يعني ازاي انت عرفت انه هو ميت يعني؟ يا دكتور هو في غيبوبه تامه، بنسال ربنا يصبركم. الكلمه اللي انا سامعها يعني دي الاقاويل اللي دكاتره العنايه كانوا بيبلغوها لنا ادعوا له، يعني حاجه ما تطمنش برضه. طيب والوضع برضه كان فيه خطوره شويه، انا شايف طيب ان الوضع كان خطر علينا. بس انت سايبه حي على قيد الحياه. طيب موجود. رجعت بقى بعد ما بلغوه؟ ما بلغوناش بالوفاه وانا موجود. انا طيب وصلت بقى البيت. تمام. كانت والدته كانت موجوده في هناك، واخواته اخوه علي. تمام. و بعد بقى ما رجعت، بعد بقى ما رجعت رجعت حضرتك بقى من بيتي تاني لاتجاه المستشفى مباشرة. رحت لقيتهم منزلين ابن عمي في الحجرة اللي هي بتاعة التغسيل. فأنا بصيت على ابن عمي، لا حول لي ولا قوة بقى، يعني ربنا يرحمه يا رب. فأنا بصيت لقيت الجسم متخشب، مفيش حركة، مفيش ديونة في جسمه. يعني ودعته يعني وكده، والله يرحمه. فبدأنا بقى في التشييع اللي هي الجثمان على اساس هنعمله الورق والتساريح والكلام من ده. وبلغنا اللي احنا هنتم عقب صلاه العشاء. فحضرتك احنا بدأنا التغسيل من بعد اذان، بعد ما صلينا المغرب مباشره حوالي الساعه 7:30 كده. وبعد كده حضرتك بدأنا بالغسل وخلصنا حوالي الساعه 8. توجهنا لناحيه المقابر، كنا في تمام الساعه 8:30 هناك. تمام. فحضرتك احنا رحنا المقابر، كان في ثلاث جنازات معانا، يعني حالتين معانا واحنا الثالث. فبعض الشباب كانوا واقفين، فقالوا البطن في حركه ناحيه بطنه. فاحنا برضه عشان خاطر لو في روح لسه، وفكينا الجزء بتاع الكفن من ناحيه راسه عشان لو الاكسجين وعشان الهواء وكلام من ده. ماشي. فانا لما سمعت الخبر ده انا الصراحه انا فرحت، بس لازم برضو نسبه الموضوع ده. اخذت ابن عمي اتحركت فيه بعد عربيه الموتى اللي أيوة. رحت بيه للمستشفى، رجعت بيه المستشفى، شلته من النعش، حطيته على النجاله، حطيته في العربيه
ورحت ناحيه المستشفى. طب وانت اخده للمستشفى، هل شفته يعني في نفس مثلا ولا؟ والله يا دكتور صراحه انا كنت منور الكشاف على بطنه، انا ما شفتش الحاجه دي. امال على اي اساس، على اي اساس رجعت؟ انا فرحت يا دكتور، انا ابن عمي فرحت، قلت يا رب، وكلنا فرحنا على المقابر. فانا لو هو في لسه الروح يا دكتور، انا عايز ننحبه او نعمل حاجه معاه. اكيد اكيد، بس من فين عرفته انه لسه في الروح؟ حضرتك يا دكتور الشباب اللي واقف هل بقى، والناس سمعت بينا ويهللوا بقى ويكبروا كده. رحتوا على المستشفى، الدكاتره قالوا لكم ايه؟ انا دخلت بابن عمي على المستشفى، دخلت بيه هناك، كان في دكتورين في الاستقبال. على فكره هو دكتور الاستقبال مش هو اللي ايه، هو طلع من العنايه يعني، تسريحه وورقه كله كان تبع العنايه. تمام، الدكتور قال لكم ايه بقى في المستشفى؟ صراحه الدكتور فك الجزء بتاع الراس لحد الصدر كده، واشتغل الصراحه معاه، كان معاه دكتور تاني، وقال لي بقاء لله، حط السماعه على صدره وقال لي بقاء لله. قلت له يا دكتور بس في حاجه، الناس على المقابر دلوقتي، وده دكتور الاستقبال ملوش دعوه بتسريح العنايه بتاع العنايه. ايوه. فالدكتور قال لي، قلت له يا دكتور الناس دلوقتي بتقول ان شافوا الجزء بتاع بطنه بيتحرك، وانا جايبه على اساس كده يا دكتور. قال لي انا قدام مني اهوت على الجهاز اهوت، انه متوفي، اللي هو متوفي والبقاء لله. بس هو دي ممكن حاجه خارجه عن ارادته. مفهوم. طيب برضه يا دكتور عشان قلبي يبقى مرتاح، لازم تطمن. بالظبط. رحت ابن عمك دكتور في عياده خاصه، ده دكتور تخصص قلب اسمه. تمام. الدكتور محمد ابراهيم صنهوري. تمام. قال لك ايه بقى؟ الراجل نزل لي من العياده، انا رحت بالعربيه لحد عنده بعربيه نقل الموتى. الدكتور صراحه ما تاخرش، والراجل والله صراحه نزل لي كتر خيره، وكشف عليه. قال لك ايه بقى؟ كشف على الحلقه في قلب العربيه، قال يا جماعه ده ميت والبقاء لله، مش اتحركوا. نعم. أنا برضو بعزيك يا أستاذ أحمد، يعني البقاء لله، وربنا يصبركم للأستاذ أحمد عطية ابن عم المتوفي.